ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الجمعة 9 سبتمبر أيلول 2022. في اللي بيتعلق بشغلك النهاردة هيبقى عندك تركيز كبير جدا عليه، هتكون مليان بالحماسة والطاقة اللي عندك في يومك ده، هتكون بتنتهي من كل الأعمال اللي بتعتبر متعلقة من فترة، هتكون دي هي أولويتك والتركيز فيها هيبقى كبير علشان توصل من خلالها لرفاهية مع كل أحبائك وأطفالك. هتقضي النهاردة وقت كتير معاهم في اليوم ده، استغله بشكل كويس. حاول بس انك دايما تبقى متحمس وحيوي، ما تحتفظش بشغلك اللي بيعتبر من فترة طويلة، حاول انك تنتهي منه زي ما قلنا. هتستمتع بحياة فيها حب راضي جدا، هتستمتع بموعد عشاء مع شريك حياتك النهاردة، هيبقى في احتمال انكم تتعرضوا لشوية مخاطر لكن مش هتبقى متوقعة لأحبائك. لو كنت بتتوقع انك تدخل في علاقة جديدة، الوقت النهاردة مناسب انك تعمل كده. بيدخل القمر برج الحوت في وقت مبكر النهاردة، ليكون من خلاله قادرين علشان نتكيف ونرحم ونحكم. هيكون في معارضة للقمر لكوكب الزهرة اللي بيعتبر مربع على المريخ، ممكن تبقى بتثير الصخط النهاردة. هيكون في ارتباط متحرك اكتر، مضطرب اكتر لحد ما هنشعر بتمزق بين واجباتنا ووقتنا الشخصي. هتعتبر النهاردة التخمسية الخماسية مع كوكب الزهرة وكوكب المشتري جانبا ثانويا لينا، هنكون من خلاله قادرين نحفز نفسنا على اننا نتخلص من كل القلق والتردد اللي هيبقى قدامنا. هيكون وقتنا مناسب علشان نضع نفسنا في المركز ده، هيتم تركيزنا اكتر على الرغبة والقوة في اننا نستمتع بحياتنا، على الرغم من ان عينينا النهاردة هتكون اكبر بطون اكبر من بطوننا بشكل واضح. هتكون في تحديات في العلاقات في اليوم ده، توقعات تعتبر مبالغة جدا. في الوقت الحالي هيبقى صعب اننا نلاقي توازن بين اللي احنا حابين نعمله واللي لازم علينا نعمله.